احلى اكل سي فود على البحر. يا خد الايس كريم بتاع زمان. اوعي عضك بقى. ما تقلقش. مش محتاج تسافر اوروبا عشان تشوف المنظر ده. بورسعيد حلوه قوي. يو اهلا بكم في سلسله فيديوهات. اعمل ايه؟ تيجي الناس تتفسح في بورسعيد. طيب لو عايزين نسافر ونتفسح وناكل ونحلي ونسوي شوبينج نعمل ايه والموضوع هيتكلف كام؟ وهيكون معانا نور. يلا بينا نشوف الحوار ده. طلعنا الصبح على رمسيس ودخلنا موقف الاولالي وركبنا عربيه بورسعيد، والطريق حوالي ساعتين وشويه والاجره ب 70 جنيه. واول ما وصلنا طلعنا على عيوتي عشان نفطر. ام الخلول يعني ام الخلول عادي. ورغم انه مكان سياحي بس الاسعار عنده رخيصه، يعني طبق الفول ب 8 جنيه والطعميه ب 3 جنيه. عسل وطحينه بينزل كادو وليك ثلاث سلطات مجانا مع الاكل. واي طبق سلطه زياده ب 5 جنيه. والله هو حلو بس مش ذوقي المفضل. كلين شوت في الطعميه. ايه ده؟ عايزين الطعميه سجق؟ انا اتخضيت قلت ده ايه ده برغوت؟ يا طماطم. طماطم ده انت وحظك. بسطرمة العيوتي بيوزع جوائز. وبعدين طلعنا على محل سلسبيلة جنبه عشان نحلي بالكاسات. خد انت دي عشان بحب المعلقة الخضراء. سعرها 15 جنيه. دي ايه القنبلة بتاع بورسعيد؟ انت عمرك تدوقيها؟ ايه رأيك؟ بصراحة مش انا اللي عاملها، قولي رأيك عادي. بص القشطة فيها بتاع كده شايفه؟ بعدين طلعنا على حديقة المسلة. وببلاش وكلها حمام زي ما انتوا شايفين. ما تطهريش الحمام. السلام عليكم. كيس بكام لو سمحت؟ بخمسة. عايزين كيس. فضح حمو. واللي يعرف قصة الحمام ياريت يقول لنا في الكومنتات. بص المتعة. وبعدين طلعنا على بلاك فوكس عشان نشرب حاجة، والأسعار القهوة بعشرة والسموزي بعشرين، وعندهم وافل بعشرين جنيه. هنشوف وافل ايه اللي بعشرين جنيه. ما اكلتش. وطلعنا على المعدية اللي بتوديك على بور فؤاد عشان ناكل طيور النور. بس اوعى تركبوا دي، دي مقفولة. اوعى تركبوا ضحية مصر. اركبوا الكرامة اتنين ولا دي سينا سبعة مش عارف. لا دي كرامة. اي حاجة غير ضحية مصر. عشان مقفولة. عشان مقفولة. وانا كمان. دلوقتي انا معدين المعدية لبور فؤاد وهنرجع تاني مش نعمل حاجة. انا بس ايه جايين ناكل الطيور. هي حتت صغيرة. يا خد 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 ورا وفي عم ابوس ايدك. امال ايه والله يا حبيبي فانا اكله ببقه. طب ما كانوا قالوا لنا كنا جبنا لهم سردين ولا علب تونة. خد ولا ده بيجري بقى ده بيتفاداه. يعني ايه؟ طب قالوا لنا كنا جبنا هوبا. يعني موجودين هم وجم ايه جايين ساعه العصريه مقيلين. بعدين طلعنا على سوق السمك الجديد، والموضوع عباره عن مرحلتين، تشتري السمك من محل وبتروح محل تاني تخليه يسويهولك. السمك ده اسمه ايه؟ السمك العروس. ايوه. الله 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 الله. عجيب. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ تعالى تاكلي ايه؟ بكام الجمبري؟ 250. طب عايزين ربع بالله عليك. بكام السبيه؟ ب 250. ادينا ربع. بكام كيلو البولت؟ 80 جنيه. عايزين اتنين والنبي. خد الكبيره دي. لازم اكل من ده شخرم في بحر بورسعيد بس. طب ما تجيب لنا اتنين بالله عليك. ادينا شخرمتين. وينفع تطلب اي كميه انت عايزها. ده الاستاكوزه الكدابه. ايوه هو ده بابا. شكال شكال. بص بقى الصياد الشاطر يمسك الجمبريه بطريقه ما يعمل كده تحس ان هو صاحي. بقول لك بص بيلعب لسه ما بيلعبش ولا حاجه وميت من امبارح. ممنوعات يا صاحبي. انا قادر ولا الجمبري الكذاب والاستاكوزه الكذابه والسمك الفشار. يلا عشان نروح نسويهم. السلام عليكم. سلام. والنبي عايزين نسوي دول ورز وطحينه وشوربه السي فود و لا
بكم شوربة السيفود دلوقتي؟ بسبعين؟ يا ما انت كريم يا رب. الرز بكام؟ الرز ب15 وب20 وب25. عندكم شمع عشان عايزين نفرش وننام؟ هتنام؟ لا مش هننام، مش هنا نفرش على البحر حبيبي يا فنان. باسم الحاج متولي. الشيكولاته تعملها ايه؟ اشوي وقلي وحمر وولع الدنيا يا فنان، دلعني. هعمل شوبينج بقى واجيلك عم علي هو اللي بيظبط الدنيا. والنبي شوربه السيفود اهم حاجه حبيبي يا فنان. ادي له سمكه، احذف له سمكه، ادي له دراعك. وطلعنا على اشهر مكان عسل في بورسعيد، دكان العسل. والمكان فيه اكتر من 30 نوع عسل، وعندهم تيست لكل حاجه. ينفع ندوق صح يا بوي؟ نورت البرسيم، نحل بهايم. طب البرسيم باين فيه ده عسل الموالح. مكتريش مكتريش، البرسيم هو الافضل. جزارة الموز، اوعى ورق الموز ده. عندكم بقى حاجات مصنعه بالعسل؟ كل الحاجات دي بالعسل؟ ما يقولش عسل. بالعسل دي اشهر حاجه عندكم، انتم مشهورين بيها. ملبن حبل بعين الجمل بالعسل. وبعد ما دقنا كل حاجه تقريبا، بعدين طلعنا على الباله بتاع بورسعيد في وش السوق على طول. بورسعيد مول ده سوق البلد جديد. قول والله العظيم. الله 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 الله، زي ما جبته ولا اتفرج على خير. خدي بص ده ب50 ايسي ايسي والله ب50. يا نهار ابيض، يا ريته على مقاسي. هتستاهل ارحمك عمال الدنيا هادية ليه كده؟ ما بيشوفوش الوكالة عندنا وسوق الجمعة ولا ايه؟ عملنا شوبينج شوية، بعدين رجعنا السوق وخدنا الأكل التيكاواي عشان ناكله على البحر. تاكسي. وأه نسيت أقول لك، كل حاجة هنا بتاكسي. وأغلى أجرة للتاكسي 15 جنيه، يعني لو مشوارك طويل قوي ما تسألوش كام، ادفع 15 جنيه على طول. بص البحر. سما حلوة قوي، يلا نموت. جمبري الفشار، السوبيت لوبيت. ايه الاخبار حبيبي؟ حبيبي ربنا يخليك. بورسعيد حلوه قوي. وفي النهايه حبيت اوصل لكم ان احنا نسافر ونتفسح بقل تكلفه ممكنه او على قد فلوسنا، ومنشي لصاحبك اللي عايزه يسافر معاك. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب 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 هب